السلام عليكم. رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بحث مع مسؤولين في الأمم المتحدة إنهاء الدور السياسي للأمم المتحدة في العراق. تقول المصادر أن الحكومة تحضر منذ فترة للانتقال إلى مرحلة جديدة في العلاقة مع بعثة الأمم المتحدة في العراق اللي أخذت في فترات سابقة من عملها تدخلات وصفت من قبل أطراف سياسية متعددة بأنها خارج نطاق مهامها التي وجدت من أجلها، خصوصا أثناء فترة تظاهرات تشرين وما بعدها من أحداث سياسية أخرى. هذه الخطوة لم يعلق عليها أي طرف سياسي باستثناء المجلس الأعلى الإسلامي الذي أعلن تأييده معتبرا قرار السوداني خطوة جريئة ومسؤولة، في حين تعتبر بعض الأطراف السياسية هذا الدور السياسي للبعثة الأمم المتحدة ضمان إلها في عملها وتحركاتها، ناهيك عن ما تتهم به من اتهامات تتعلق بدعمها لأطراف وجهات مختلفة وكذلك عملها كظل لدول معينة لتنفيذ أجنداتها، ومؤخرا فضيحة الفساد اللي كشفتها صحيفة الجارديان في إحدى أكبر وكالاتها التي يفترض أنها تساعد العراق في مكافحة الفساد. فماذا يعني إنهاء الدور السياسي للأمم المتحدة في العراق؟ وهل سيشهد هذا التوجه اعتراضا لأطراف سياسية معينة؟ خصوصا أن هواية من الكتل والأحزاب السياسية تلجأ إلى طلب الرقابة الأممية في العديد من حالات الصراع السياسي. رحب بكم مشاهدينا الكرام في حديث العراق لهذه الليله، وارحب بضيوف الاستاذ قاسم العبودي عضو الهيئه السياسيه للمجلس الاعلى الاسلامي، والاستاذ حيدر البرزنشي رئيس مركز الوان للحوار، والاستاذ منتظر الزيدي الناشط والصحفي. حياكم الله ضيوف الاكارم، اهلا وسهلا بكم. حياك الله استاذ قاسم. عزيزي، هاي الدعوه اللي انا عندي معلومه بانه السوداني من بدايه حكومته كان يحضر لشيء يتعلق بالامم المتحده. الدور السياسي للأمم المتحدة الآن وهذا التحرك عليه، هل هو إيجابي سلبي؟ هل هي خطوة محسوبة أم لا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكادر قناة الأعلام الفضائية والمشاهدين الكرام، تحية للضيوف الكرام أستاذ حيدر وأستاذ منتظر. حقيقة يعني موضوعة الأمم المتحدة يعني هي جاءت العراق بطلب من الحكومة العراقية في وقتها عام 2004. يعني تلخصت أهداف هذه المنظومة يعني بتقديم المشورة والنصح للحكومة العراقية وقتها، وفي نفس الوقت المساعدة على إجراء انتخابات عامة في البلاد وبعض الملفات الأخرى التي أنيطت إلى هذه المنظمة. لكن حقيقة مع مرور الزمن وتقادم الأيام يعني هذه المنظمة بدأت تأخذ مساحة أكبر مما رسم إليها، لذلك نقول أنه وصلت إلى مرحلة أنها صارت حلقة زائدة في تسلسل أحداث العراق يعني من عام 2004 إلى اليوم. يعني هي الدور الأساسي للأمم المتحدة هو دور إنساني، مساعدة، مشورة سياسية، مشورة يعني تبنى موضوع المصالح الوطنية في فترة من فترات لما كانت هنالك طائفية. رفعوا بعض البرامج الأخرى طبعا هم من ضمن سياقات عملهم أنه بوبوها أبواب القضاء نهائيا على الجوع، القضاء على الفقر، انتشار يد العاملة، عفوا البطالة وزجها في سوق العمل، كثير يعني ملفات يعني تصدروا بأن يكون لها واقع سياسي، لكن للأسف الشديد هذه الملفات لم تفعل ولم نرى مصالحة وطنية حقيقية ولم يتم القضاء على الفقر ولم ينتشلوا البطالة والفقر في العراق، بل على العكس مع مرور الحكومات المتعاقبة على الملف الحكومي زادت هذه المسألة. لذلك نقول أنه هذه المنظومة الأممية هي حلقة زائدة في عملية تواجدها في العراق. تمام، ربما يقال أنه مثلا هاي الملفات هي مو المسؤول عنها الأمم المتحدة، هي المسؤول عنها الحكومات العراقية المتعاقبة، والأمم المتحدة بوكالاتها الإنسانية اللي تحدثت عنها حضرتك تقوم بمهام إنسانية مو ملزمة إلها أن تقوم بها. يا دكتور يعني هم تصدوا يعني هم اللي وضعوا هذه الملفات، يعني مو العراق طلب من عندهم المشورة في كذا ملف أو المساعدة في هذا الملف، هم قالوا نحن ذاهبون العراق من أجل أن نكون عون للحكومات العراقية إلى حد عام 2010.
يعني كان هيك المفروض انه بعد 2010 يعني المساله الديمقراطيه في العراق تاخذ مساحتها والحكومات تبدا تستقر ديمقراطيا وسياسيا وتكون هناك تجربه سياسيه ناضجه. لكن للاسف الشديد يعني العقوبه عفوا الحكومات المتعاقبه لم تلتزم بما عليها من مسؤوليات دستوريه وقانونيه، ونعرف كل زين يعني هالمساله. اضافه ذاك انه الامم المتحده لم تفعل هذه الملفات التي رفعتها شعار للقدوم للعراق، علما انه هذه المنظمه جاءت العراق بطلب من يعني الحكومه العراقيه في وقتها كانت مجلس الحكم ايامها، لم يكن يعني اعتقد انه الحكومه الاولى اللي كانت بزمن جعفري. في ذاك الوقت تم استخدام هذه المنظمه الامميه، لكنه مع الاسف الشديد هذه الملفات لم تفعل، فكانت انا برايي ان اعتبرها حلقه زائده في عمليات الامم المتحده داخل العراق. تمام. دكتور حيدر، حلقه زائده، هل هي حلقه زائده صحيح؟ تتفق؟ هي حلقه زائده وحلقه فاقده. فاقده وزائده، فاقده شلون؟ زائده انا اقول لك زائده شلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لجنابك ولضيفك الكريم. حياك الله دكتور. ولمتابعي قناتك الموقرة. شوف، هو أصل وجودها في العراق هو باعتبار كان العراق تحت الاحتلال وتحت البند السابع. صحيح. يعني فقط للتوضيح. سابقا تتذكر بيام هدام لعنة الله عليه، كانت أمم المتحدة منظمات الإغاثة متواجدة في إقليم كردستان ومتواجدة حتى في العراق أيام الحصار، وكانت الرقابة والهيئات الدولية تأتي من أجل البحث عما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، بحيث طبوا حتى للكنتور مال هدام وفتشوه، يجيك واحد يتحدث لك على السيادة بذاك الوقت، لأن جماعة يبدو لي مسحوا الذاكرة ويحاولون أن يغذون الأجيال بطريقة أو بأخرى. دور الأمم المتحدة إلى أن انتهى العراق وخرج من فصل السابع وتحول إلى السيادة في عام 2011 كان يفترض أن ينتهي هذا الدور، لكن تعرف أنه بسبب المشاكل والمشاغل والتدافع السياسي الداخلي استغلت بعض الأطراف السياسية بقاء الأمم المتحدة من باب أنه دعم للشفافية وضمان لعملية الانتخابية والمراقبة الدولية. هسه البعض كان يطالب كل ما تصير إشكالية بين الإقليم وبين بغداد، بين كتل السياسية السنية وبين كتل السياسية الشيعية، وصاح والله أكبر، ريت تدخل أمم. بس أنا ما أدري، مثل بزونة تأكل وتدعى لها بالعمى. نفس المثل. من هم هذول؟ أي جهة سياسية تدعو الأمم المتحدة أو تدخل دولي بأي قضية معينة، هذا مثل البزون يأكل ويدعى لها بالعمى. زين. نفس الشيء. لأن أنت إذا أنت لم تستطع أن تحل قضاياك الداخلية، إذن أنت ما بيك خير ولا تصلح أن تكون متصديا للعمل السياسي ولست أهلا لهذا. هسه هاي قضية أنه أنا ما أقوى، ما عندي قوة، لا، عندكم قوة وقوة عسكرية وقوة سياسية وأنتم تتنفذون وتتحكمون في كل مقادير البلد. وشنو أغلبية اللي شنو اللي خلى الأمم المتحدة توصل إلى مرحلة إذا تتعاركوا اثنين هي تلقى مسؤولة الأمم المتحدة؟ دور ضعف الأداء السياسي. شنو علاقتهم هم بهاي القصة؟ وهي هنا المشكلة. يعني جنين بلاسخارت، الفريق مالتها، محمد النجار وغيره من هذه المسميات، اللي السياسي الضعيف اللي ما يمتلك قدرة وأعطاهم هذا الدور بحيث قامت تتدخل في الانتخابات وتذهب إلى الإقليم وتجلس مع رئيس الزعماء السياسيين وتذهب إلى النجف وترجع منها وتخوط يومية وتصرح تصريحات وتقدم إحاطات. الإشكالية الحقيقية ما فاهمين دور الأمم المتحدة. ليش؟ طبعا أنا أشكل حتى على الكتل السياسية الشيعية بالمناسبة، لأنه ما يسألون، كأنه ما عندهم مستشارين. بابا سألوا دور الأمم المتحدة شنو؟ هذا شغلهم لو مو لا مو شغلهم منظمة، يعني هذا اللي قاعد يسوونه الآن هو المفروض يكون أبدا تدخل دولة تدخل طبعا حكى بيها. تتذكر الأزمات اللي صارت أيام الانتخابات وتشكيل حكومة، تحدث بها المالكي في ذلك الوقت، تحدث بها الشيخ كذلك، وتحدثوا بها جملة كبيرة، السيد عمار تحدثوا يعني مجموعة بهذا الموضوع. الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة هو يشكل مثل الهيئة الدبلوماسية، هي سفيرة بطلب من العراق يتم استبدالها، دا يمددوا لها، الكاظم يمدد لها، الآن مهمتها انتهت. هذا الموضوع تدري شو كنت حاكي بيه؟ طبعا أنا فرحت. الآن
من بيان المجلس الأعلى وسماحة الشيخ من يذكر هذا الموضوع بصراحة فرحت، لأن احنا حدثنا به شو وقت يتذكر حدثنا به قبل تشكيل الحكومة، قلنا على أن واجب الحكومة القادمة بإنهاء هذا الوجود. ليش؟ لأنه ده سبب لنا مشاكل وفتن ومحن داخلية. يعني لو المتحدة قاعد تسبب لكم مشاكل ومحن لا داخلية. تقارير الفساد والأموال التي تقبض من الـ من الـ من الطيف السياسي. شلون يعني؟ أنا ما فاهمها شلون. أكو تقارير صدرت. طبعا صدرت في صحف عالمية. زين. وفي وكالات أجنبية تتحدث عن شبهات فساد داخل هذه المنظمة. والأمم المتحدة قال سوف نفتح تحقيق بهذا الموضوع. زين. لأن أنا قلت لك. إيه بس شنو علاقة السياسيين بالموضوع؟ هذا نشرته صحيفة الجارديان عن UNDP وكانت تتحدث عن إنه أكو. وقالوا إحنا راح نقاضيها. إيه. هسا أخو إذا ما عندهم معلومة ودراية وحق التقاضي مسموح. زين. لكن انطيك روح صرح ضد الحكومة الاتحادية. أكو هيك شيء؟ أنا أسم يعني حالي حالك بالإعلام بس هو واضح. إيه؟ عندما تتخندق. الأمم المتحدة أو بعثة الأمم أو ممثلة البعثة هنا ويجيك واحد مع كل احترامنا وتقديرنا أصولة فلسطينية تدخل في الجانب السياسي تحت مسمى مستشارا سياسيا مطرودا من العراق ويبقى تشايف شبلو هاي وين هاي وين نا نا عندنا من هو هذا محمد نجار اللي هو شو يشتغل محمد نجار حتى مستشار سياسي لجنين بلاس خارج زي منو اللي طرده من العراق حكومة العراقية طبعا وبعدها مفتر وبقى بوضعه اي هسه ايش قالوا له قالوا تروح تربيل حتى لا تصير لان انا تحدثنا بهذا الموضوع زين وقلنا من ليش انت ليش انطرد المستشار السياسي لانه دوره ما كان دور ايجابي كان دور سلبي ومع الاسف انا اعتب على كثير من السياسيين الشيعة قبل السنة زين منو هذا حتى تطو دور شنو دوره حتى تطو دور ليش تقبلون بهذه البينيات ليش تسمحون لنفسكم بأن تدخلون بهذه المشاكسات على حساب وضعكم السياسي حتى زين. في قضية أخي الكريم الدستور والقانون حدد المهام وحدد حتى كذلك لذلك أنا أعتبر خطوة شجاعة السيد رئيس الوزراء أشكره عليها وأشكر من أثنى بالمناسبة كل الإطار ترى قابلين بهالموضوع بس اللي صرح ما صدر أي ما صدر موقف فقط البيان الوحيد هو للمجلس الأعلى مجلس الأعلى سمعت الشيخ هذا فقط قصدي ايه هسه تعدد أدوار وحدة هدف لا بس لا احنا ما ندري شنو وجهة نظر الكتلة السياسية متفقين الأخرى. أنا متفقين تمام خليني أروح للأستاذ منتظر الزيدي حياك الأستاذ منتظر صوتك ما واصلني صوت استاذ منتظر تسمعني؟ اسمعك واضح زين هسه اسمعك انا الرئيس الوزراء عنده يعني يتجه باتجاه انهاء الدور السياسي للامم المتحده في العراق كيف تنظر الى هذا الوضع؟ الحقيقه نتمنى اولا تحيه لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم الكريمه الاول شيء خلينا نهتم ب وجود القوة العسكرية في العراق المتمثلة بقايا الاحتلال الأمريكي وقواعدهم وأيضا الفقرة الثانية هي وجود خلايا من حلف الناتو في العراق الذي هو طبعا تأسيس أمريكي معروف ويأتمر بأمر أمريكي أيضا في العراق هذا أول شيء خلينا نهتم به ثانيا خلينا نهتم بوجود مئات الألوف أو ألوف عفوا مؤلفة من الموظفين بين قوسين الأمريكيين في السفارة الأمريكية اللي معظمهم طبعا هم يشتغلون بالCIA وغيرها من المراكز الاستخباراتية الأمريكية في العراق احنا اهم شيء نهتم بهذا الموضوع هنالك يعني 15000 يعني موظف يعني موظفين يشتغلون من 16000 موظف وبهم الCIA يشتغلون بالسفارة جيش هذا حجي اخي جيش هذا خلينا نتكلم بهذني احنا طبعا اليونامي هي مفوضيه تدري هي تابعه للامم المتحده بس مفوضه بالعراق لموضوعه من 2003 وقبلها كانت البعثات الامم المتحده للعراق ما عندها مشكله هاي ما راح تاثر علينا ذاك التاثير يعني هي اذا ودت تقارير او جابت تقارير هي فقط توصيات ومراقبه هذا مو هذا الموضوع الرئيسي اللي هسه احنا لازم نصب جهدنا فيه احنا لدينا
معضلة مهمة هي وجود قواعد الاحتلال الأمريكي بالعراق. هاي القواعد البرلمان عجز بعد أن حتى بعد أن صوت عليها قبل كالسنوات البرلمان السابق عجز عن إخراجها. تمام. هسه هذا في أكثر من حلقة ناولناه، يعني إحنا صار لنا شهر كده تقريبا، الله وكيلك ما عندنا شغل غير هاي القصة يومية يومية يومية، حواراتنا كلها صارت حوارات. معروف. وهو معروف أمر وهو أمر مهم يستحق هذا. لكن الآن عندنا رئيس الوزراء بلغ الأمم المتحدة، بلغهم يعني قال لهم إنه إحنا نريد ننهي الدور السياسي للأمم المتحدة في العراق. سعد حيدر البرزنشي يتحدث عن إنه دور الأمم المتحدة سلبي، وهناك أكو مشاكل سوتها الأمم المتحدة في العراق، وأصلا هناك خطأ في فهم مهامها. أنا بصراحة إذا تريد رأيي شخصي وما وما يعني ما عريناه من خلينا نسميه من عدم جدية بعثة الأمم المتحدة للسماع إلى صوت الشعب العراقي، بالعكس إحنا نرى دور الأمم المتحدة جدا سلبي تجاه الشعب، وبعض الأحيان ينحاز إلى السلطة، وتدري شوف جنابك أنت لقاءاتها ويا قادة الحشد والقادة السياسيين اللي هم نفسهم طبعا قادة الحشد، زين، وعلاقتهم طيبة وجيدة. يعني أنا أشوف ما عدا مما بدأ، ليش صارت الأمم المتحدة غير سوية؟ صار منتظر مع الكل، عفوا، علاقتها كانت مع الكل، تلتقي مع الجميع ابتداء من النجف. لا أنا مو الى اربيل، وهذا امر مو خافي، يعني لا انا ولا جنابك سيد حيدر نقدر نقيم كيف يمكن استقبالها من سمحت السيد علي السيستاني او لماذا استقبلها. قصدي اقول هذا امر مهم، زين، وجود رقابه دوليه على ما يجري في داخل العراق هذا امر لا يمس للسياده العراقيه، بالعكس العراق هو جزء من الامم المتحده، جزء من اقليمه وجزء من العالم. ولكن الشعب العراقي أليس لديه الحق بإيصال صوته إذا تعرض للظلم إلى المحافل الدولية؟ يعني وكأنه إحنا نريد يعني بأي حق يسمح لمنظمة دولية بأن تراقب على دولة؟ يعني هل يمكن أن يحصل هذا مثلا في دولة مثل أمريكا، مثل بريطانيا، مثل فرنسا، مثل إيران، مثل تركيا، مثل سعودية، مثل أي دولة بالعالم يحق لهم هذا يسوونه؟ شوف سيدي الكريم أخي العزيز، يعني خلينا نكون واضحين شفافين، هل العراق الآن يملك سيادة كاملة على البلد؟ أحكي لك لا. هل العراق السياسيين العراقيين هل مهيئين إلى إدارة هذه الديمقراطية بصورة طبيعية وحقيقية؟ أما أقول لك لا، أنا يصعب علي وأكيد تجرح وطنيتي أي تدخل خارجي في العراق، ولكن ما الذي يفعله الغرب؟ الغرب قام يمسك بقشة، يعني بال2003 لم تأتي دول لتحتل العراق، وبغض النظر من قبل الأمم المتحدة واحتل العراق قصاص صدام كان يعني تحصيل حاصل، ولكن ألم تحتل هذه الدول وتنتهك سيادة العراق وبمشاركة من يدعون الآن أن يجب أن تخرج الأمم المتحدة من العراق ودورها انتهى؟ أنا أقول لك هنالك أدوار لم تنتهي. العراق الآن منذ 21 سنة، إحنا ما شاء الله طبعاً بال 21 زين، منذ 21 سنة لم يستقر الوضع به، دائماً هنالك خلافات بين السياسيين والسياسيين. شنو اللي سوته الأمم المتحدة وساعد على استقرار العراق؟ والله صراحة ما سويت شيء. يعني أنا وأنت يا زميل العزيز نذكر من ايام سيرجي داميلو اللي راح سيرجي داميلو وانا كنت موجود طبعا، وكانت مشرفه ايضا على كتابه الدستور وغيره، وكانت تحاول الجمع بين الفرقاء السياسيين بين السنه والشيعه. اتذكر ذاك الوقت الازمات اللي تحدث بين الاقليم وبغداد والى اخره، كانت الامم المتحده يعني مواقف ومعروفه الجمع الأضداد وجمع المختلفين على موضوع كتابة الدستور وصياغة الدستور والاستفتاء على الدستور، كل هذه كانت جزء من عدها الأمم المتحدة. نحن لا نعطيها، يعني هي مو متفضلة علينا أصلاً، نحن كعراق نعطي اشتراك سنوي لهذه المنظمة لهذه الأمور. طبعاً يعني طبعاً مو بس الاشتراك السنوي، لا لا أكو أشياء
يعني خلي اقول لك بعد اكو اشياء العراقيين ما مطلعين عليها، ولكن المهمه النقطه المهمه سيدي الكريم، الم تكن الامم المتحده شريكه بحصار العراق وتجويع اهله وقتل نصف مليون طفل على يد الاحتلال الامريكي ولم تحرك ساكنا؟ انتوا شلون كنتوا تتعاملون وياها لما كنتوا بايام تشرين اذا هي شريك بقتل الاطفال؟ منو الامم المتحده؟ اي الامم المتحده شريك بقتل الاطفال، شريك بكل مأساة. اي تمام، شلون رجعتوا تتعاملون وياها والتكتك مالها وتفتر بساحة التحرير؟ لا لا، هي اجت المرأة، ولذلك خرجت شغلة واحدة، هاي المرأة ما عاجبتنا يا سيدي العزيز، ورا ما دخلت لساحة التحرير بطلوا الاخوان يضربون علينا دخانيات ويقتلون بينا، يعني مرة وقفتهم. فطلع عليه. اذا تريدنا نحكي بالمواضيع الخاصة يا زميلي العزيز، زين؟ خلينا نحكي ونفتح مواضيع وجروح. اذا تريد تحكينا خلينا نحكي باكاديميه ونحكي على موضوع وضع الامم المتحده. زين، انا هو سؤال هذا السؤال، لا هذا السؤال مثل ما اوجهه لك راح اوجهه للكتل السياسيه. شلون هم يتعاملون وياها بنفس الطريقه؟ بس انا هسه مستغرب حضرتك تقول انه هم شركاء بقتل الاطفال وهم كذا كذا كذا، بالمقابل انتم اكثر الناس اللي تعاونتوا وياها، حتى اذا تسمح لي فقط، اذا تسمح لي حتى هم اذا تنفيها او تاكدها، حتى يقال انه الامم المتحده كانت تعطي اطراف من اثناء ثوره تشرين، تظاهرات تشرين، كانت تعطيهم اموال، كانت تزودهم باموال، كانت تدعمهم. لا شوف، قل لي اي شيء غير الامم المتحده قال صحيح، مستحيل. هم منين ترى بعثه الامم المتحده؟ يعني الرقابة اللي عليهم مو مثل ما مثلا على احزاب او قوى او 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 دول. لا، هذا امر غير، يعني غير وارد، غير صحيح، يعني بغض النظر عن راينا باداء، ولكن هذا الامر يعني غير وارد وغير صحيح. تمام سوقاس، تمام. شلون يعني انا ما قاعد افتهم، يعني هذا شوف، طبعا مثل الامم المتحده اكو منظمات اخرى الان بالعراق، الله وكيلك ما عنده حتى اتفاقيه ويا الحكومه، 192 منظمه ما عنده اتفاقيه ويا الحكومه، ولا يدري شنو القصه، ويجي ويقعد ويروح وكذا وما اعرف. ذول الناس اللي قاعد يتعاملون ويا سيد الكريم، هذا 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 هاي الامور لازم يحتاج لها زين جلسه حقيقيه ومكاشفه. يعني عفوا، انا وصل خبر بالاعلام بالسوشيال ميديا انه ممثله لا اخلاقيه تدخل العراق، هاي جريمة بحق العراق، وتزور المقدسات النجف. هذا وين راح وزير الداخلية؟ وراح مدير الإقامة؟ شلون طيتوها؟ جاسوسة الصهيونية اللي دخلت للعراق. زين، وين جهاز مخابراتنا اللي يبحث ورا الناس؟ أنت منو؟ خلفيتك شنو؟ منين جيت؟ ليش الدول الفقيرة اللي مجاورة؟ هسه موضوع آخر. تمام، هسه هاي جاسوسة هي لازم تدخل متخفية. بس هاي هم الأمم المتحدة تدخل علنية، وهو مو دورها، وقاعد تقوم ب قضايا غير قضايا. خليني راح ارجع لك استاذ منتظر، راح ارجع لك، خلينا نطل الفرصه لاستاذ قاسم. تفضل استاذ قاسم. على كلمه متخفيه حتى يسمع جمهورك ويسمعون جنابكم، هي عندها صفحات على السوشيال ميديا تدعم الكيان الصهيوني. من وين؟ نفسها هذه هاي اللي دخلت العراق، جاسوسه اللي اسموها. تمام، وعود هاي لا تذكر احسن. تمام. هذا انا سالته قبل شويه دكتور. بعد إذنك طبعاً، مع جل احترام المنتظر، يعني إحنا اليوم عندنا مشروع، المشروع هو إرساء عملية سياسية ناضجة وناجحة بعيد عن المحتل الأمريكي، يجب إخراج المحتل الأمريكي. عملية خروج اليوناني من العراق هي المقدمة الأولى لخروج المحتل الأمريكي. هو مو نقطة راس هو مو خروج بالمناسبة. نعم، هو مو خروج. يعني وكالات الأمم المتحدة اللي فهمت أنا، وكالات الامم المتحده، خلينا نتحدث عن اليو ان اتش سي ار، نتحدث عن اليو ان دي بي، نتحدث عن المنظمات الاخرى. هاي مهامها مهام انسانيه تعمل في العراق. مثلا مساعده نازحين في حاله كوارث. احنا في حاله اليونامي غير، هو الحديث عن الدور السياسي للامم المتحده في العراق. في العراق مو يعني بلا سخارت، مو تقعد بينك وبين واحد بحزبك، يعني دخلت على كل الخطوط جنوب الاسخار، ما خلت مكان ما راحت. بس الصوت مو كله بيها. ها؟ صوت مو لا طبعا، خلت مو كله بيها، بمن اعطاها الضوء الاخضر، بمن اعطاها هذا الدور. مو هيك شيء؟ زين، فاقول انا هم المتحدة جو العراق دخلوا تحت عناوين معينه، هاي العناوين لم تتحقق على مدى اكثر من 16 سنه. ما تحقق هذا العنوان، زين بقى شو يسوي عندي؟
فضلا عن ذلك انه انا كحكومه عراقيه استخدمت هاي المنظمه اليوم خلاص انتفت الحاجه لها، شنو الداعي ان انا ابقيها او مثلا شنو الداعي ان اخذ راي الفرقاء السياسيين الاخرين في عمليه خروج هذه اكو ناس تعتبر حقيقه قرار ناس تعتبرها ضمانه. ضمانه بشنو؟ يقول لك احنا اذا صار اختلاف بيناتنا ماكو طرف يجينا فهو لذلك ندعو للتدويل، ندعو للأمومية، ندعو للكذا. بشهادة المراكز البحثية العالمية الغربية مو العربية ولا العراقية، اليوم هنالك منجز تحقق على أرض الواقع. حكومة السيد محمد شياع السودان من أفضل الحكومات التي جاءت بعد السقوط إلى هذا اليوم، وهذا بإجماع الكل، هناك ارتياح شعبي. أنت روح لأبو التاكسي، روح لأبو المطعم، اسأله قل له شو رأيك بالحكومة محمد شياع السوداني؟ راح يقول لك عمي هذا أول حكومة توصل لهكذا مستوى. فإذا أكو استقرار سياسي، خلنا أكو استقرار سياسي. هذا الاستقرار السياسي يفترض أنه مو يعني يكون منجز على الواقع جسر أو مقرنص، لازم لا قرارات سياسية سيادية تطبق على ارض الواقع. هذا المنتظر قال لك احنا ما عندنا سياده واحنا سياسيين ما ادري شلون يتعاملون بها طريقه، فيعني هذا يعني انه احنا بحاجه الى الامم المتحده في الوقت الحاضر. واحنا ما نظل هيك يعني ما عندنا سياده، يعني سياده منقوصه وما عندنا سياسيين عندهم روح وطنيه وثابه، ما نظل هيك، لازم ندير نفسنا. البناء شلون يبدي؟ اولا انتبهت الحاجه لهذه المنظمه الامميه ولهذه السيده الكريمه اللي ما قصرت بالعراق. عمي الله يجمع السلامه، الخطوه الاخيره ما قصرت ما قصرت سلبي لو ما قصرت لا ما قصرت إيجابي. سلبي مو ايجابي سوت كل اللي سوته هو عباره عن سلب غير زبت جوله وين ذبت والبيت اظلم ذبت جوله بحكومه الكاظمي ذبت جوله بدعم بكل الحكومات سياسيه اخرى ذبت جوله بالانتخابات سوت بكل الحكومات السياسه دعمته بلاسخار انت وين تريد اي قوله خلينا نسمعه سؤال كلام بسيط مشكلة تفضل العفو دكتور. يعني احنا اليوم يعني قدامنا حقيقة يعني هاي المرأة يعني اخو احنا ما عندنا ذاكرة سمكية يعني كل شيء التاريخ نقاد لا صغيرة ولا كبيرة هاي المرأة وهي المنظمة تحديدا شعوب المرأة صبا هي المنظمة لم تحقق أهدافها السياسية بالعراق، لذلك اليوم اقتضى الوضع المصلحة العليا أن تخرج هاي المنظمة. يعني وين المشكلة بالموضوع؟ يعني شنو مكلبين بيه على شنو الضمانات؟ اليوم حكومة محمد شياع السودان والحكومة الإطارية بين هلالين كما يحلو البعض أن يسميها اليوم هناك تحقق منجز، والمنجز كبير جدا يرضى كل الأطراف من شمال العراق إلى جنوبه بما فيه من أخوة شركاء في الوطن الكرد اللي ما قدموا للعراق شيء، لكن مع ذلك حكومة السيد محمد شياع السوداني ما قصرت من عندهم إيجابا مو سلبا بتقديم الرواتب الأموال بالكذا كذا، حاولت يعني حلت جميع المشاكل. فأنا هذا الضمانات يدور عليها البعض شنية هنا انا اخلي خطين جو هذه العلاقه لك رقابه على الانتخابات مثلا على سبيل المثال كيف انا اختار قضيه الرقابه على الانتخابات يقول لك انا اريد طرف وهاي 6000 مره انا سامعها انا ما ادري بصراحه من اشوف واحد انا شخصيا ايه؟ من اشوف واحد يدعو دوله ثانيه حتى تراقب عليه بدولته فمعنات هذا سريدك خلل يعني معناها لا يعني ما يفهم القصه ما فاهم القصه ما عنده اصلا يعني مؤهلات انه هو عمليه ديمقراطيه انت شنو يجي المتحده يعني ليش؟ ثلاث ارباعهم يقولون هيك هذا شوف احنا خلينا نكون واضحين كما تفضل الاستاذ منتظر يقول خلينا نكون شفافين امام الراي العام زين احنا شفافين احنا اليوم عندنا عمليه تخوين في العمليه السياسيه عندنا عدم ثقه بين الفرقاء السياسيين في الوقت اللي تقوم حكومه محمد شياع السوداني بتكسير الثقه مع الشعب هنالك عدم ثقه ما بين الفرقاء السياسيين وهذا تبين الامم المتحده هي لزياده الثقه لو لزعزعه الثقه هي المفروض العنوان الابرز والكبير انه جاي من اجل يعني تعزيز الثقه مو الزعزع الثقه زين انتم بالمجلس الاعلى ايدتوا الموضوع نعم وتحدثتوا عنه ودعمتوا خطوه رئيس الوزراء غيركم انتم من ضمن الاطار اي غيركم ليش ما تحدث عن الاطار كله انا سماع متكلم بالنيابه عن الاطار لكنه انا عندي اطمئنان يعني نفسي انه كل الاطار مجمعين على وحده الهدف تعدى ادوار كما تفضل السيد حيدر برزنتي وحده هدف وتعدى ادوار كثيره يعني يوم دور المجلس الاعلى ايد انه هنالك مصلحه عليا بمناسبه المجلس الاعلى الاسلام العراقي يعني دائما بياناته تنم على مصلحه عليا للوطن فاليوم ارتأت القياده انه هذه الحركه وهذه الخطوه الجريئه من السيد محمد شياع السوداني واللي اباركها من اعماق قلبي طبعا انه هذه لها علاقه بالمصلحه العليا للوطن. بس انتم مو بس انتم يعني تقدرون تميزون المصلحه العليا للوطن، هم يقول لك ناسك وغيركم اللي هم بالاطار اللي هم بالاطار لو خارج الاطار خارج الاطار خارج الاطار شركنا بالعمليه السياسيه، احنا عندنا وسائل اقناع لهم، هاي احنا نعرضها قدامهم انه هذه المنظمه الامميه لم تحقق النتائج المرجوه، انتم ليش يعني معترضين على خروجها؟ تمام قلت دكتور حيدر قلت انه اكو احزاب سياسيه دعمتها اليونانيه بالعراق منو هي؟
أقول لك هي شو اسمها؟ يا هي منظمة الأمم المتحدة؟ زين إيه؟ دولة لو منظمة؟ منظمة خو جيد إيه؟ إذا منظمة منو يقرر مزاج فرد لو مزاج كيان لو مزاج متظاهر بقاها من عدمه؟ دولة المفروض أكو دولة. زين إيه قرار دولة هذا جيد إيه؟ مع وجود اختلال واعتلال في السيادة اللي سببته الولايات المتحدة الأمريكية ولذا تعمل عليه الحكومة جاهدة ومتواصلة وواضحة وصريحة بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، هذا باكج يعني منهاج وبرنامج زين. مع إنهاء دور هذه المنظمة اللي لم تقدم بقيادة هذه المرأة للبلد إلا شر، كل شر شر آه. ليش تحاول أن تمزق النسيج السياسي؟ شلون الجماعة يومية قاعدة بحضن واحد؟ هي أقول لك خويا هذا أنا بصراحة مو تساءلت قبل قليل. إيه هذا هاي أسئلة الشارع. أساس هذا سؤالك ما أدري استفهامي لو استنكاري. هسه تشيلك شغلة بسؤالي. مو سؤالك هذا ينم خويا أهل مكة وأدرى بشعابها. إيه. مو كل من جلس في مجلس واحد معنى ذلك أنه هو يقبل بكل ما تطرح. زين. قد يجلس معها ويوبخها، قد يجلس معها ويقول لها كفي يدك فأنت ليس من دورك أن تذهبي بهذا الاتجاه. ايه؟ ونفس الحالة عندما يجلس رئيس الوزراء مع السفراء دوره. ايه؟ هو هذا دوره. أنت ليش تريد تمسح دوري؟ أنا كيان سياسي عندي مسجل كذا، تعاي بوي أنت دوره شنو بالعراق؟ قالوا لها الإخوان لو ما قالوا لها ماذا قالوا لها؟ 100 مرة. زين الكل مع كل من تجلس من قادة، أعطيك معلومة. ايه؟ مو أعطيك كلام شو إعلامي حتى أريد مثلا وبخ جانب على جانب آخر. زين أكو أطراف سياسية وما يستحون هم يقولوها علنا. يقول لك يدزون عليها شنو حلال مشاكل. تعاي بويا حلينا مشاكلنا، شنو رأيك بالانتخابات مثلا في قضية الإقليم، جمعينا البيت السياسي، هم انطوها دور. زين فبالتالي أكو أطراف تقولها لا إحنا نخاف من الكتل السياسية الشيعية إذا أنتم طلعتم ماكو رقابة. طبعا بالمناسبة ذكرت الرقابة على الانتخابات، كل الدول بالعالم اللي عندها تريد تحاول أنه مثلا تطفى الصورة مغايرة حتى تبين للكيانات السياسية الأخرى التي تستهدف الانتخابات أنها لا تدلس ولا تكذب ولا تحاول أنه تطفى الصورة مشوهة أمام العالم، هي تنتدب تنتدب شنو خبراء مراقبين، تنتدب مراقبين من أمم ومن دول. زين منظمية أمم متحدة أو غيرها، تعالوا تفضلوا شرفوا، مو شرفوا عفوا، راقبوا العملية الانتخابية وشفافيتها، انطونا تقارير على شفافية خلالها. ايه صارت هاي صارت خويا، اكتب لنا تقرير شنو هاي نفسي. حركة الجو الميز ما تطلع جو الميز شنو. جو الميز يطونها بالغرف المغلقة. ها اقول لك يطونها تقرير هيك واصلة. لا مو بس هاي، هسه احنا قبل فترة كانوا هذا مايكل نايتس الهارب من العدالة العراقية، هذه المعاهد معهد واشنطن الكلاوات، هذا من احنا امام راي عام جوزان، هذا عرفه الناس ما تعرفه، مايكل نايتس هذا واحد من المبتزين. زين. اللي حاول ان يبتز شخصية سياسية كبيرة في العراق وتم القاء القبض مو عليه، على الشخص اللي دزه بالموصل وجابوه امريكي وطلبت لي السفارة الامريكية الوسيط، وواحد من الوزراء الابطال الان وواحد من المحافظين اللي هو بشخصه ألقى القبض عليه. زين. كان مكلف بمهمة وعنده فد مكان معين، أنا واحد منهم وزير واحد منهم محافظ. تمام. قصد وين؟ ايه. هاي أمريكا دخلت انذار وتالي قالوا لهم بعض هذول، هاي المعاهد ترى هاي معاهد 56 تجي تكتب تقرير الحكومة العراقية. هو ما ألقي القبض عليه وطلع. لا مو هو مو موجود أصلاً، هو كان يعني في مكان في الإقليم وانهزم. زين. هرب. ايه. بس هسه عليه ملف كامل بالقضاء العراقي، هلكم ملف. وبي حتى مشتركين جنسيته امريكيه، جنسيته امريكيه ومشتركين به من الداخل العراقي، وبعض الاعلاميين اللي موجودين ومراكز الابتزاز الاعلامي الموجوده هنا، وهاي الكلاوات اللي مارسوها على بعض السياسيين الضعاف النفوس الفاسدين اللي يبتزوهم حتى يكتبون لهم تقارير لمعون صورهم، هاي جزء من هذا الفيلم. نفس الشيء هذول مراكز صغيره صاروا مليارديرية وصارت عندهم استثمارات ودخلوا شراكات، هاي منظمة كبيرة. تمام. لكنه القضية شنو حتى تختلف بين الحجم. حتى أرجع فبالتالي عندما نقول أن هذه الحكومة جادة
في عملها في إنهاء الاشتباك وإنهاء الفوضى إذا كان على المستوى السياسي أو مستوى تنظيم العلاقات مع المنظمات الأممية أو مع الدول العربية والأجنبية، لأنه عندنا نلمس حقيقة أكو وجود عمل على الأرض. اسمح لي أستاذ منتظر، حكي أخذنا على موضوع ثاني، قال لك أكو ممثلة خوجي بس خلي بس أجاوب، هاي مهمة، دخلت وراحت سؤال وكذا وما أعرف إيش حبيبي. أولا أنت قلت تجاوب، شنو هو؟ أولا البايسز مال المخابرات، يعني جهاز المخابرات الوطني العراقي اللي نثق بالمطار اللي نثق به، بايسز يعني اللي واضح قاعدة البيانات، قاعدة البيانات لديها بيانات. أولا اللي عليهم أوامر قبض، زين، اللي عندهم قضايا أمنية طبعا بالتعاون مع دول موجودة، زين. أما يطب شخص للعراق مستلم فيزا، خو ما يروحون يحققون يا شي يسوي لو ما يسوي، ولا كل الدول العالم يصير بها القضية هسه راحت كذلك العتبات المقدسة، خو مو تفحص كل واحد ومسوي لها بخلي لها جهاز، هذا منو شو يشتغل؟ ملايين الناس تدخل، هسه هي دخلت عندها غرض معين، صورت وطلعت من العراق ونشرتها، خو بنفس الوقت رايحة بقية دول في أماكن مقدسة، فبالتالي هذا لا ينوم. شوف أنا دائما إحنا عندما ننتقد، نعم هسه الأخ منتظر يعني نفر من هذه الحالة، وكنا نفرنا لأن هاي مقدساتنا وحبنا وحرصنا على مقدساتنا بهذا الجانب، لكن يا أخي الدولة في هذا الموضوع تختلف. إذا كانت هذه التي أشاعت وأثارت هذه الصور في العراق الآن، طبعا هي صورة قديمة، زين، وهي ممثلة كما يدعون أنها كذا، خو من باب أولى أنه تحاسب، لكنها هي دخلت للعراق بفيزا رسمية ما عندها اي سجل قضائي او اي دانه، تمام. هذا واحد. اثنين، مواضيع بس اخرى، بس اختصر لانه وقت اقول وقت. المواضيع الاخرى المهمه اللي يجب ان نلتفت اليها، احنا نقيم اداء، الاداء اذا جيد نقول لهم يا جزاكم الله خير. اسمح لي استاذ منتظر حبيب، احاطات بلاسقارت عن العراق تكشف انه العراق بلد يعني واصل الى مرحله الهاويه، يعني مرات تشوف اذا واحد من خارج العراق يباوع على إحاطات الأمم المتحدة وصورة العراق خارج، يعني عن طريق تقارير الأمم المتحدة اللي أنا مطلع عليها شخصيا، تعتقد أنه العراق هو أسوأ من أسوأ بلدان حتى في أفريقيا، بينما حتى الأحداث الجنائية اللي تصير في العراق أكو منظمات جاي يسجلها وطلعها، أكو مصالح لجهات سياسية تغض البصر عن هذا الموضوع على حساب مصالحها السياسية مع هذه الجهات. طيب شو السؤال؟ السؤال انه هذا التعمد في الانتقاد، ليش ما حد التفت له بهذه الطريقه؟ ليش ما حد قال دور الامم المتحده خلال الفتره السابقه دور سلبي؟ انت ليش متخيل انه انا لازم تكون وجهه نظري مثل وجهه نظرك زميلي العزيز واقول موضوع سلبي او هي الامم المتحده؟ ابدا، انا ابحث عن وجهه نظر مختلفه. اي شوف الحقيقه يعني انا لا يعني لي وجودها او عدم وجودها، لان بوجودها قتل من عده 900 شخص. هذا بوجودها كانت يعني تجالس الفاسدين والسراق، مع احترامي لجمهوركم وللحضور الكريم، وكانت يعني تجامل السياسيين حتى الفاسدين من عندهم. ما يعني هذا الدور، انا اعتقد دور الامم المتحده هو ضعيف جدا، هو كتابه تقارير، ولا الامم المتحده هي اصلا معنيه بالعراق ذاك العناء الكبير، يعني ممثلين الامم المتحده هاي البعثات يسموها للبلدان التي تشهد عدم استقرار، طبعا العراق، افغانستان، ليبيا، مالي، السودان، جنوب السودان، هذه كثير من الدول بها. طبعا بالعراق نحن نعلم انه تقريبا التفت الحاجه الى هكذا بعثه، وليس كدور منظمه الامم المتحده مثلا دور مجلس حقوق الانسان، دعم النازحين الى اخره، هذا الفروع من المنظمة هذا واجبها أن تعمل هنا بناء على ما يعطي العراق من اشتراكات سنوية. أما كبعثة، نحن إذا تحدثنا بموضوع كاملة بعيدا عن الأهواء الشخصية، ما قدمت شهادة البعثة، يعني كانت صديقة السياسيين، كانت قريبة منهم، كانت مقربة منهم، تحل أزمات السياسيين، ما حلت إن أزمة عند الشعب العراقي، ما وصلنا حقنا من الدول اللي قصفتنا، اليورانيوم اللي قصف العراق،
ما شفنا تقارير الأمم المتحدة عن هذا الأمر، ولا أصلاً هي أمريكا راح تستجيب للأمم المتحدة ومجلس الأمن إذا قالوا للعراق إلى الآن السرطان من البصرة ومن الفلوجة بسبب القصف اليورانيوم المنظم. فإذا يعني هذا الموضوع ماكو، يقول لك الشهر المالك بخبزة لا تعد أيامه. هاي الأمم المتحدة قد تكون تقلق بعض السياسيين يعني من يعني ناحية الكتابات والخطابة. يعني الأمم المتحدة وجودها وعدم وجودها نفس الشيء بالعراق. لا زيدك من الشعر بيته. ذكر موضوع كلش مهم أستاذ، ذكرت موضوع مهم طبعا هذا يحتاج لحلقة، موضوع السرطانات في البصرة ودور منظمات الألغام وهذه باب من أبواب الفساد الكبرى لو فتحت لما غلقت، يحتاج لك شعر سولفية طبعا. فلذلك نحن مجروحون في سيادتنا، نحن مجروحون في تاريخنا. الامريكي طب واحتل العراق وقتلنا وقتل بالحصار الكاذب على اساس العراق يمتلك اسلحه دمار شامل ملايين الناس، منو حاسبه؟ الامم المتحده حاسبته؟ انا اصلا هذا ما معترف اصلا بالامم المتحده، واذا تجي علي شخصيا انا اتمنى ان يخرج العراق من الامم المتحده كلها، لان هي الان صارت مثل عصمه الامم المتحده، هي الدويلات القويه والغنيه هي تتحكم به. ولذلك نشوف اللي جاي يجي لفلسطين المحتله وبغزه، واسمحوا لي يعني ولو هذا مو موضوعنا ولكن هي موضوعنا اليومي، اللي جاي يجي بغزه شنو اللي سوته الامم المتحده وشنو سواه مجلس الامن؟ كل شيء ما صح، بينما في غير مكان تنقلب الدنيا ولم تقعد اذا اوروبا انقتل. لذلك هذه المنظمه او هذه البعثه يعني حتى والله حرام. تمام استاذ منتظر، خليني اقلب السؤال، يعني هل لهذا الموضوع اثر سلبي اذا انسحبت الدور اذا انسحب الدور السياسي للامم المتحده في العراق، اثر سلبي على العراق ولا لا؟ لا والله اخوي، ما على اي لا اثر ايجابي ولا اثر سلبي. انا اقول لك اياها موجوده الامم المتحده، العالم تكتل بينا بالكواتم والكذا، راحت الامم المتحده شنو راح يسوي؟ مو على الاحاطات اللي قدمتها والقراء والتقارير اللي قدمتها ايش راح سوت مثلا؟ مجاملات يا سيدي الكريم، لا تزعلوا من عندي مجاملات. الامم نفسها بعثت الامم المتحده لما يقولون لهم كذا يقولون احنا السياسيين يقولون واحنا نتحرج من السياسيين، وين اكو منظمه تخاف من السياسيين ومنظمه دوليه تتحرج من السياسيين او تجاملهم؟ ولذلك انا مع الاخوان يعني ولو اختلفنا بوجهات النظر عن وجودها وعدم وجودها، ولكن من باب ان حضر لا يعد وان غاب لا يفقد. إذا ماكو حاجة لهذا الاهتمام بها اصلا. ودعت عيونك، فرغنا حلقة على دور الامم المتحدة السلبي في العراق باتجاه والله يا اللي صار من والله يا منتظر، والله يا منتظر الزيد لو تعرف لو تعرف ايش قد حجم التبرعات اللي تصل الى الامم المتحدة من دول الى العراق، ولو تعرف شلون ينفذون أنشطتهم بالعراق هم وهواي من المنظمات العاملة في العراق، يعني شيء حقيقة مو حلقة يحتاج تلاف حلقة وما تغطيه، وين تروح الأموال ما تدري. الآن دور المنظمات اختلف. أنا أقول لك الآن الإخوان في دائرة المنظمات المجتمع المدني الأجنبية وحتى الداخلية منها رقابتها ومتابعتها ومحاسبة هذه المنظمات ودورها طبعا جدا مهم. وبالتالي نشكر طبعا الأخوة في دائرة المنظمات على هذا الموضوع. أدرس ليش دائما تقاطع من كل البرامج؟ لا حبيبي لا، تفضل 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 منتظر. يحبك أن محاسب بعثة الأمم المتحدة لماذا لم تقدم تقارير دولية حول قتل 900 عراقي في ثورة تشرين؟ من قتل؟ زين لماذا لم تقدم على تفشي وتصاعد أمراض السرطانات في البصرة والفلوجة وغيرها؟ لماذا لم تحاسب وتقدم تقارير عن شهداء العراق بجراء الاحتلال الأمريكي من 2003 إلى أن خرج هذا الاحتلال؟ لماذا لم تقدم أو تدين إدانة يا أخي إدانة طيران أمريكي في سماء بلد تابع للامم او عضو في الامم المتحده؟ طيارات الدرون الامريكيه تطير بسمائنا، هسه سياسيين ما عليهم عتب. زين انت كامم متحده غير تدين تشجيب يابا هاي طيارات تضرب العالم وتطير فوق بلد مستقل وذي السياده باي صفه؟ تمام هذا ما صار ايضا. تمام هذا ما ينتبهون له. زين وانا قاعد احكي وياكم هسه استاذ قاسم،
مستشار الأمن الوطني يستقبل السيد الجنرال بلاسخارت البحث حول مخيم الهول السوري وأهمية تفكيكه بما يشكل. طبعا الأمم المتحدة على ما أعتقد تريد أنه ينتهي هذا الملف وذول الناس هم يجون العراق من جديد. يعني حكومة السيد محمد الشيعي السوداني صرحت يعني ولقوا اهتمام كبير جدا بموضوعة إغلاق ملف النازحين تماما وحد حددوا موعد يعني تموز نهاية مخيم الهول اللي يضم عوائل داعش جايك بالطريقة هذه فكل يعني ملف النازحين داخل العراق مو خارج العراق داخل العراق يجب أن يغلق في نهاية شهر تموز هذا أولا. اثنين مخيم الهول سولفنا به كل شوية هذا المخيم عبارة عن قنبلة موقوتة هذا إذا تفعل المخيم صدقني يعني النار مالتها توصل حتى دول الخليج العربي فلذلك شو نقول نقول أكو بعض الأدوات السياسية الداخلين بالعملية السياسية تريد تنبش هذا الوضع من أجل إمساك بجنين ومنظمتها بداخل العراق. شلون السيد محمد الشيعي السوداني صاحب المنجزات وابن حكومة الإطار يعني يخرج هذه المنظمة الأممية وهم مقابلين؟ فلذلك اليوم أكو هنالك عمليات يعني بين قوسين تنبيش من أجل أنه افتعال أي مسألة. خل أضيف لك فالشغلة بقاء هذا النازحين خصوصا في الإقليم فيه فوائد مالية عظيمة ضخمة. مالية ضخمة لأنه أكو عوائد وملف كل ما هاوت إحنا ملف ماضي إحنا استقبلنا إحنا كون الدزونة فلذلك يحاربون وزارة الهجرة والمهجرين ويحاربون وزيرة الهجرة المسكينة ويومية مشتغلية بالإعلام لأنه شنو تريتني هذا الملف يعني ما طبعاً طبعاً مو من مصلحة فائدة بفائدة كبيرة مو من مصلحة بعض الأطراف السياسية ذكرها يعني ذكرها الأستاذ بطريقة دبلوماسية أنا أذكرها هيك مقشر موضوع أكو بي فوائد ومصائب قوم عند قوم فوائد قضية هذا الهول طبعاً هسه هي التقت بالسيد مستشار الأمن الوطني طبعاً هذا عمل في صلب تخصصهم كمنظمة جيد وسيد باعتبار أنه السيد المستشار الأمن القومي مكلف بهذا الملف لأنه باعتباره هذا يمس الأمن القومي العراقي الدول الأجانب اللي ردت أقول سالس كلمة بس أمزين ما طلعت اللي أولادهم يعني أولاد تلك الدول تضحك وحدك ملائكة لا أقولها ها تضحك وحدك عليها أقولها يعني حتى لا صور مادة للجسم خلي صير عم اللي انغولتهم هنا بالمجمع مال هذا جمع الهول مال هول هذول دواعش زين مبنى دواعش لا دواعش هم هذول أبناء الحرام نريد نسميها الشكل اللي موجودين هناك دولهم ما تريد ترجعهم العراق تقول لهم عم انا شنو بقيهم ذولا كل من يجي ياخذ رعاياه وفكونه هم شو يريدون هذول تقريبا ما يقارب 70,000 يعني بهم تعداد قضاء زين ذولا وين توديهم بدهم يكبرون اطفال يكبرون شباب شكرا استاذ قاسم العبودي شكرا دكتور حيدر البرزنشي شكرا استاذ منتظر الزيدي اشكركم مشاهدينا الكرام في امان الله